أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت مصادر محلية سورية تثبيت موعد خروج دفعة جديدة من مهجري حي الوعر المحاصر في مدينة حمص مساء يوم غد الأحد إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي، وتضم الدفعة وفق المصادر 2000 شخص بينهم مسلحون وأسرهم. يأتي ذلك تطبيقا لاتفاق مصالحة بين لجنتي حي الوعر وممثلي النظام برعاية روسية. تواصل القوات الأمنية العراقية معركتها ضد داعش في مدينة الموصل مع تركز المعارك في المنطقة القديمة بالشطر الغربي من المدينة. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الأمنية العراقية تحاصر المسلحين في المدينة القديمة وإن اشتباكات عنيفة تجري في محيط جامع النوري. أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش مكونة من 3 أشخاص بمدينة تطوان شمالي المغرب، وأكدت السلطات أن المشتبه فيهم كانوا بصدد تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ومنشآت حيوية في البلاد واغتيال مسؤولين أمنيين. أعلن الجيش الأمريكي في العاصمة الأفغانية كابول أن أكثر من 50 جندياً أفغانياً قتلوا في هجوم لطالبان شمالي البلاد. وقال قائد عمليات الحلف الأطلسي في كابول إن الهجوم استهدف الجنود في قاعدتهم العسكرية في مزار الشريف، فيما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 3 مسلحين هجموا القاعدة مرتدين زياً عسكرياً، وأن المعركة استمرت لساعات وانتهت بقتل 1 المهاجمين واعتقال آخر. أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يزور المملكة العربية السعودية يوم غد الأحد للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السعودية سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وكذلك التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. أعادت السلطات الصينية فهدا من فصيلة فهد الثلوج النادرة إلى بيئته الطبيعية بعدما دخل الفهد حظيرة أغنام في مقاطعة كينغ شمالي البلاد. وأبلغ الراعي السلطة فور عثوره على الفهد في حالة إغماء، ورجحت الشرطة يكون الفهد مصابا بتسمم غذائي قبل أن يتعافى بعد 3 أيام. إلى اللقاء.